السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. لو بارطاج ديال اليوم واحد الكيك يومي، كيك بالياغورت، كيجي لذيذ بزاف، سهل وناجح اكيد. مقادير ديالو بساط وتيجي غزال. نتمنى تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر وتشوفوا الطريقة ديالو. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الماء يكون سخون، سخون مزيان، واحد دانون ونص، جوج معالق ديال النشا، جوج معالق ديال كاكاو المر، جوج ساشيات ديال الخميرة كنسمو بشوية ديال لافاني، وغادي نحتاجو جوج الكيسان ونص حتى لتلاتة ديال الكيسان ديال الدقيق، على حسب النوع ديال الدقيق وعلى حسب الحجم ديال البيض. ندوزو نشوفو الطريقة ديال التحضير. يعني في لاكوف يمكن ليكم تستخدموها كالعجانة أو الدراب. تنضيف ثلاثة ديال البيضات مع الكمية ديال السكر، تنخدمهم مزيان حتى تضاعف الحجم ديالهم، ومن بعد كنضيفو شوية ديال لافاني وتنكملو تضرب مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، وتنزيدو الكمية ديال الزيت، كاس ديال الزيت ديال العنبة، تنضيفو هكا شوية بشوية حتى تيتجانسو العناصر، وتنضيف الياغورت. انا صراحة يعجبوني الكيك بدانون، تيجيو فيهم واحد اللذة بنينة بزاف بزاف. هادي نستعمل هنايا واحد دانون ونصف، يعني بالنسبة للكيكة ديال زوج البيضات كندير فيها واحد دانون، وهنا ثلاثة ديال البيضات غادي ندير ان شاء الله واحد دانون ونص. نكمل نزيد النصف الاخر ديال دانون، وانا تنخلط او ميم طون كما كيف ما تشوفوا. خليت النص، تنكمل تضرب، ونزيد نص كاس ديال العنبه ديال الماء يكون سخون مزيان، تنخلط ونضيف النواشف. عندي هنا زوج معالق ديال لا مايزينا، نشا الذره، وسبق ليا وغربلت زوج خميرات مع كمية ديال الدقيق، الدقيق من زوج كيسان ونصف حتى لثلاثة ديال الكيسان. بداو بزوج الكيسان ونص، وانتوما تشوفوا القوام ديال الخليط كيف ما غيكون معايا. الدقيق على حسب نوعية الدقيق وعلى حسب الحجم ديال البيض. نضيفو نقصو لا فيتيس ونضيفو الدقيق شوية بشوية حتى يتخلط لنا الخليط مزيان، ويكون عندنا القوام ديال الكيك المناسب. نكمل الكميه ديال الدقيق اللي عندي. انا هزات لي هاد الازليه هاد الكيك زوج كيسان ونصف، ومن بعد ندوزو نشوفو زين بالشوكولا. خديت زوج معالق كبار يكونوا عامرين ديال الكاكاو، كنضيف عليهم الكميه ديال الماء يعني اللي تكون مناسبه باش نخلطوا هاد الكاكاو يتخلط لينا مزيان، لانه الا ضفنا ديريكتومون الكاكاو غبران على لو كيك تيتقل لينا لو كيك وتيجينا قاصح شويه. دونك من الاحسن انا نخدمو بهذه الطريقه. خديت زوج معالق ديال الكاكاو وغنبقى نضيف الماء شويه بشويه، تشوفوا معايا القوام ديال هذا الخليط ديال الكاكاو والماء كيفاش غادي يكون. عاد من بعد ان شاء الله نضيف عليه واحد الكميه من لو كيك ونخلطهم مزيان. كيف ما كتشوفوا لو كيك كيجي بهذا، كيجي طغدان على هذا القوام. كنضيف واحد الكميه غير شويش، يعني واحد الربع تقريبا، وتنخلطهم مزيان حتى تينسجموا. هكا تيبقى لي القوام ديال لو كيك مزيان وتيبقى خفيف، احسن من اننا نضيفو الكاكاو ديريكتومون على لو كيك تينشفوا لينا شويه.
يعني هذه المرحله هي فقط للتزيين. نقول لكم انكم تكتفيو بالمقادير اللي عطيتكم ديال الكيك وديروه يطيب ديريكتومون. انا حاولت نزين به شويه هكا ديال الكاكاو كيجي حتى هو مزيان. شوفوا معايا القوام ديال الكيك تيجي ما خفيفش بزاف وما عقدش بزاف، يعني كيكون في القياس. سبق ليا ودهنت المول بشويه ديال الزبده ورشيته بشويه ديال الطحين. نضيف الخليط ديال الكيك ومن الفوق غادي نضيف عليه الخليط الاخر اللي زدنا ليه الكاكاو هكا غير من الفوق يعني بشكل عشوائي. هاد الكيك هذا تيجي غزال بزاف هشيش. نقول لكم تستعملوه يعني بشكل يومي والوليدات ولينا حتى حنا الكبار مع كبيس القهوه ولا اتاي. نخلطو غير شويه هكا بالسكين وتندخلوه يطيب للفرن على درجه حراره 150 160، ونخليوه حتى يطلع مزيان. كيف ما كتشوفوا النتيجه كتجي على هذا الشكل، كيجي طالع تبارك الله تيجي غزال هشيش. يعني المذاق ديالو ديال الياغورت كيجي رائع وتزينه بشويه ديال الكاكاو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وتجربوا هاد الوصفه ديال الكيك كيجي غزال بزاف بنين وهشيش. نتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم، تخليوا ليا في التعاليق وتبارطاجيو لا فيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه.